مرحبا بكم طلاب الصف الحادي عشر. سنقوم في هذا الأسبوع بتحليل نص الوضع الاجتماعي للعلم المعاصر. طبعا هذا النص هو النص الثاني في المحور الثالث من المحاور الموجودة في الكتيب، وهو تحت عنوان الوضع الاجتماعي للعلم المعاصر. نلاحظ هنا طبعا من خلال العنوان أن النص مقالة، وهذه المقالة دائما ما يكون عنوانها طويلا مؤلفا من جملة، يعني لا يكون العنوان عادة مؤلفا من كلمة واحدة في المقال. طبعا يتألف هذا العنوان من أربع كلمات: الوضع الاجتماعي للعلم المعاصر. العلم المعاصر يعني العلم الحديث، يعني نستشف أو نستطيع أن نفهم من خلال هذا العنوان ما سيتحدث عنه النص مثلا. طبعا عندما نقول العلم المعاصر يعني للعلم الحديث، العلم الذي نشهده الآن في حياتنا أو في وجودنا. وعندما نقول الوضع الاجتماعي، ما معنى الوضع الاجتماعي؟ هل العلم له وضع اجتماعي؟ بالتأكيد نحن نتحدث هنا عن المجتمع، عن الناس، وتأثير هذا العلم على هؤلاء الناس بشكل عام. ليس العلم ظاهرة منعزلة تنمو بقدرتها الذاتية وتسير بقوة دفعها الخاصة وتخضع لمنطقها الداخلي البحت، بل إن تفاعل العلم مع المجتمع حقيقة لا ينكرها أحد. فحتى أشد مؤرخي العلم ميلا إلى التفسير الفردي لتطور العلم لا يستطيعون أن ينكروا وجود تأثير متبادل بين العلم وبين أوضاع المجتمع الذي يظهر فيه، حتى لا يكاد يصح القول بأن كل مجتمع ينال من العلم بقدر ما يريد. إن العلم قد اكتسب أو قد اكتسب منذ أوائل القرن العشرين أهمية تفوق أهمية أي إنجاز آخر طوال تاريخ البشرية. فصحيح أن الإنسانية تفخر عن حق بفلسفاتها وآدابها وفنونها، وتعترف بما تدين به لهذه الإنجازات من فضل في تشكيل عقل الإنسان وروحه، ولكن المكانة التي اكتسبها العلم في هذا القرن والتأثير الذي استطاع أن يمارسه في حياة البشر، بغض النظر عن كون هذا التأثير إيجابيا أم سلبيا، فهذه مسألة سنعرض لها فيما بعد، يجعل العلم بغير شك هو الحقيقة الكبرى في عصرنا الحاضر ومن ثم في كل العصور. ولا يعني هذا أننا لا نفخر بمذاهبنا الفكرية أو أعمالنا الأدبية والفنية، ولكنه يعني أن فخرنا بالعلم أعظم، وأن التغير الذي أدخله العلم على حياتنا أقوى من أي تغير لحقها بفضل أي إنجاز آخر. والأهم من ذلك، بالنسبة إلى مكانة العلم في العصر الحاضر، أن العلم هو الإنجاز الذي يمكننا أن نسميه مصيريا حق في هذا العصر. فلأول مرة في تاريخ تجربة الإنسان الطويلة على هذه الأرض، يدرك أن العلم هو الذي سيحدد مصيره سلبا أو إيجابا، إذ تعيش البشرية في خوف دائم من أن تدمر حياتها وحضارتها حرب نووية أو بيولوجية تعتمد اعتمادا كليا على العلم. وتعمل الدول لهذه الحقيقة ألف حساب في استراتيجياتها وسياساتها الأساسية وفي طريقة إنفاقها لمواردها
ومن جهة أخرى فإن الأمل الأكبر لدى البشرية في مستقبل أفضل وفي حل مشكلاتها الغذائية والصحية المستعصية، بل في استمرار قدرتها على البقاء والنماء، هو الآن معقود على العلم. إذن هنا نتحدث عن العلم في هذا النص أو في هذا الجزء من النص، عن أنه ليس ظاهرة منعزلة، إنما تتفاعل مع المجتمع، ولكن هذا العلم يفوق أو مكانته تفوق غيره من الأشياء في عصرنا الحالي وفي كل العصور، بغض النظر أو دون إغفال ما للإنجازات الأعمال الأدبية والفكرية والفنية من أهمية ومن دور، ولكن دائما العلم هو الذي يشكل الهاجس الأكبر للناس وللدول، لأنه سيحدد مستقبلها وسيحدد الاتجاه الذي ستتجه نحوه في المستقبل، والمخاطر التي قد يتعرضون لها أو يتعرض لها أي شعب وأي دولة وأي دولة من خلال هذا العلم وتطوره. وقد انعكس ذلك بوضوح في اتساع نطاق الاهتمام بالعلم إلى حد هائل، ففي القرن الماضي كان العلم من شأن المتخصصين وحدهم، ولم تكن مشكلاته تناقش إلا في المجامع العلمية وفي المؤسسات المتخصصة. أما اليوم فقد أصبح الجميع يتابعون تطور العلم باهتمام، وأصبحت أخباره تحتل مكان الصدارة في وسائل الإعلام الجماهيري، فكيف تعلل هذه الظاهرة التي تبدو فيها مفارقة صارخة؟ أعني الاتساع الهائل في نطاق الاهتمام بالعلم، في نفس الوقت الذي أصبح فيه العلم يزداد غموضا وتعقيدا على الدوام، وابتعدت فيه لغته الرمزية المتخصصة عن إفهام العقول العادية ابتعادا تاما. لا شك أن التعليل الوحيد لذلك هو الطابع المصيري للعلم المعاصر، فمهما كانت صعوبة هذا العلم، فإننا جميعا نتساءل هل يمكن تجنب كارثة حرب عالمية ثالثة؟ ونحن نعلم أن هذا السؤال المصيري الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل كل منا وبمستقبل أجيالنا الجديدة، يعتمد على مجموعة من العوامل من أهمها العلم. كذلك نعلم أن مشكلات الحياة اليومية وهمومها، أعني مشكلات كالغذاء والإسكان والمواصلات والطاقة والبيئة، سيتوقف حلها إلى حد بعيد على الطريقة التي يوجه بها الإنسان أبحاثه العلمية في المرحلة المقبلة. إذن النص هنا للكاتب فؤاد زكريا، وطبعا يستمر في الإيضاح وتبرير مسألة أهمية العلم وتفوقه على غيره من الأمور في مجتمعنا، على الرغم من ازدياد صعوبة فهمه للكثير من الناس وخروج موضوع مناقشة أو موضوع العلم من الندوات إلى الخارج إلى الحديث بشكل أوسع في المجتمع وما إلى ذلك. نبدأ بالحديث أو بتفسير بعض الأشياء المتعلقة بالأسئلة التي سنجيب عنها أو سنحللها من خلال هذا الأسبوع. السؤال الأول، هل يختزل عنوان النص موضوع الكلام فيه؟ علل جوابك. طبعا هل الفكرة الموجودة في العنوان تختزل عنوان النص، تختزل الموضوع الذي يتحدث عنه النص؟ علل الجواب. طبعا سنعلل العنوان، هناك طريقة لتعليل العنوان من خلال انتشار الكلمات الموجودة في العنوان بكثرة في النص أو الضمائر العائدة إليها، الحقل المعجم المتعلق بهذا العنوان موجود في النص، هذا ما أو هذا يساعد في الإجابة عن هذا السؤال. ثانيا، بالنسبة للسؤال الثاني، حدد وظيفة الكلام المهيمنة في النص. طبعا مر معنا هذا السؤال كثيرا، علينا أن نعرف من خلال الموضوع، من خلال الضمائر والأفكار، أي
وظيفة كلامية تهيمن وعلينا التعليل أيضا. السؤال الثالث، حدد النمط المهيمن على النص معللا أيضا، معللا يعني من خلال المؤشرات، علينا أن نذكر المؤشرات. ما النوع؟ السؤال الرابع، ما النوع الأدبي الذي ينتمي إليه النص؟ اذكر بعضا من خصائصه. طبعا نعرف بالنوع الأدبي، نحدده ونعرفه، ثم نذكر بعضا من مميزاته التي كنا قد حفظناها أصلا. السؤال الخامس، اضبط أواخر الكلمات في الفقرة الأولى من النص، وعلينا أن نحركها. السؤال السادس، لخص الفكرة الثانية بمقدار الثلث، يعني علينا أن نلخص هذه الفكرة. سابعا أيضا، أن نحدد وظائف أدوات الربط، وهذا طبعا ما هو مطلوب منا لهذا الأسبوع، وشكرا لك.